بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد قال باب من اختار الغزو على الصوم. قال باب من اختار الغزو على الصوم يعني من فضل الغزو على الصوم. والغزو هو الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل لجهاد طلب، وهذا النوع كما سبق هو أصل الكلام في الجهاد، فرض كفاية. وأما جهاد الدفع كما سبق على التفصيل فهو فرض عين. والمقصود هنا في هذا الباب جهاد الطلب. قال باب من اختار الغزو على الصوم، وإلا فلو تعين الجهاد فإنه عند ذلك يقدم على الصوم وعلى الصلاة وعلى العلم وعلى سائر الفضائل غير الفرائض. ولذلك فالمقصود هنا هو الغزو، أي الجهاد الذي هو فرض كفاية. قال بسنده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال أنس رضي الله عنه كان أبو طلحة، وأبو طلحة هو زوج أمه، هو زوج أمه، وأم أنس هي أم سليم رضي الله عنها. وأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه له من الفضائل ما له، ومن أعظم فضائله ما كان منه يوم أحد رضوان الله عليه، ومن موقفه في فداء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، يعني كان لا يصوم صيام النوافل، كان لا يصوم صيام النوافل من أجل الغزو، أي لأنه كان يجتهد في ذلك بأن الصيام ربما كان يضعفه ويضعف بدنه، أو أنه رضي الله عنه كان ممن ربما يشق الصيام عليه فيسبب له ضعف، فيخشى إذا جاء الجهاد في أي وقت أو الغزو أن يتخلف بسبب ذلك. ولذلك كان لا يكثر الصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي صوم النوافل من أجل الغزو، بحيث إذا نودي للغزو يخرج. أي نعم. قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا، وظاهر الكلام أن أبا طلحة رضي الله عنه
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج في الغزو، وهذا غير صحيح. يعني لا يتبادر إلى ذهنك ما هو ربما يظهر من الكلام أنه كان لا يصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النوافل لأجل أن يتقوى على الغزو. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل يوم كأنه لا يخرج للجهاد، وهذا غير صحيح. والصحيح أن أبا طلحة كذلك كان يخرج لكنه أقل مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أبو طلحة رضي الله عنه مات في البحر، مات في البحر في أثناء غزو رضي الله عنه. وهو رضي الله عنه لما خرج يومها قال لأبنائه، وكان قد بلغ من العمر الكبر، قال جهزوني. وذلك لما خرج المسلمون في غزو في البحر قال لأبنائه جهزوني، فإن الله عز وجل استنفرنا شيوخا وشبابا، يعني قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. فقال أولاده قد عذرك الله، قال لا، إني سأخرج فإن الله استنفرنا شيوخا وشبابا. حتى أن الفقهاء أحيانا يذكرون أبا طلحة كمذهب في مسألة الجهاد، كما هو مشهور عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان يرى الجهاد عينا على كل إنسان. فلما خرج رضي الله عنه مات في البحر، أي مات وهم في البحر قبل أن يصلوا إلى العدو، مات في البحر على السفينة. حتى أنهم رضي الله عنهم اختلفوا كيف يدفنونه رضي الله عنه، فاجتهدوا في أن يبقوه إلى أن ينزلوا إلى البلد التي يصلون فيها ويدفنونه، فأبقوه 7 أيام رضي الله عنه ولم يتغير، ولم يتغير، وهذه كرامة. وإلا فالميت على المعتاد يتغير بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك يتغير، فلم يتغير رضي الله عنه. وهذا يدل على أنه رضي الله عنه لم يمتنع عن الجهاد برغم كثرة صيامه، لكن يفهم أنه لم يكن عنده الحرص في الخروج للغزو كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فكان لا يصوم النوافل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الغزو، ثم بعد ذلك كان يصوم بصفة مستمرة، حتى قال أنس لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. وهذا الحديث كذلك فيه دليل على أن الذي لا يجوز صيامه هو يوم الفطر ويوم الأضحى، أما باقي الأيام فيجوز الإنسان أن يسردها ويصوم صياما متصلا، وإن كان أحسن الصيام هو صيام يوم ويوم، صيام يوم ويوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما ويوما، فإن هذا أفضل الصيام، صيام أخي داود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب من اختار الغزو على الصوم، أي لئلا يضعفه كما ذكرنا الصوم عن القتال، ولكن لا يمتنع ذلك في حق من عرف أنه لا يضعفه، بمعنى إنه ليست هذه سنة يعني يفعلها الناس، وهي أنه في أيام الجهاد ونحو ذلك يتركون الصيام، لا. أما من لا كان الصيام لا يضعفه فله أن يصوم، فإذا جاء الغزو له الفطر. أما أبو طلحة فلعله رضي الله عنه كان يرى أن ذلك يضعفه،
أو أن ذلك ربما يخشى منه عدم يعني القدرة على تلبية الأمر على الفور أو نحو ذلك منه رضي الله عنه. باب من اختار الغزو على الصوم. فظهر من فعل أبي طلحة أن الغزو أفضل من الصوم، وهذا سبق الكلام عليه، أن الجهاد، ونعني به كذلك دائما الجهاد الذي هو فرض عين، فرض كفاية، الذي هو فرض كفاية الغزو، فكما سبق أن الجهاد أفضل من الصلوات والعلم ونحو ذلك، وأنه يفضل مراتب النوافل كلها، أنه يفضل مراتب الجهاد كلها، أو آسف مراتب الفضائل كلها، يسبق مراتب الفضائل كلها، وذلك لمكانته عند الله تعالى، وهذا يقصد به النوافل، أما الفرائض فلا، أينها؟ فلا يجوز أن يقال الجهاد أفضل من الصلاة المفروضة مثلا، أو يقال أفضل من الصيام المفروض، لا، فأركان الإسلام وفرائد الإسلام أعظم كلها من الجهاد، لكن لو تعين الجهاد وتعين الحج مثلا، هل يقدم الحج ويترك الجهاد؟ لا. لماذا؟ لأن الواجب الآن الأوجب هو الذي يقدم، وهو أن الجهاد تعين. أين؟ ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشهادة سبع سوى القتل. أو باب الشهادة سبع سوى القتل. الشهادة سبع سوى القتل. قال بسنده، قال وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. قال البخاري: باب الشهادة سبع سوى القتل. والمختصر ذكر حديثا من الحديثين اللذين ذكرهما البخاري رحمه الله في هذا الباب. أما الحديث الآخر فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة. حديث في البخاري، والمختصر في الحقيقة والله أعلم كان من الأفضل أن يذكر حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة فيه ذكر خمسة. أما هذا الحديث فلم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة. قال: الشهادة سبع سوى القتل، يعني ليست الشهادة محصورة في القتل في سبيل الله، وعلى ذلك قسم العلماء الشهادة قسمين، شهيد أو شهيد الآخرة وشهيد الدنيا. القسم الأول يسمى شهيد الآخرة، والقسم الثاني يسمى شهيد الدنيا. أما شهيد الدنيا فهو الذي قتل في قتال مع الكفار، هو الذي قتل في معركة أو قتال مع الكفار وهو يجاهد الكفار، هذا يسمى شهيد الدنيا، أي أنه في الدنيا تثبت له الشهادة وتثبت له الأحكام المتعلقة بذلك، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بثيابه
لا يصلى عليه وكذلك لا يغسل، وذلك لفضله عند الله تعالى. فإن الشهيد قالوا فيه أقوال كثيرة، يعني سمي من أجلها شهيدا، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أكثر من 10 أقوال في سبب تسمية الشهيد شهيدا. من بين هذه الأقوال ومن أظهرها أن الشهيد سمي شهيدا لأجل أنه عند الله عز وجل حي يرزق، فكأنه يشهد كل شيء. وقيل أقوال كثيرة أخرى في ذلك كلها تدل على فضل الشهيد في سبيل الله عز وجل. وهذا هو شهيد الدنيا، أي الذي قتل في قتال مع الكفار، وهذا له أجر عظيم عند الله تعالى. تقدم الكلام حول شيء من ذلك قبل ذلك. وأما النوع الثاني من الشهادة فهو الذي سماه العلماء بشهيد الآخرة، بشهيد الآخرة، وهو المعني هنا في هذا الباب، وهو المعني هنا في هذا الباب، باب الشهادة 7 سوى القتل. يبقى القتل هذا يسمى شهيد الدنيا، شهيد الدنيا يعني في الدنيا تثبت له أحكام الشهيد، وهو شهيد في الآخرة كذلك، يعني يأتي يوم القيامة معه ما يدل على فضله. أما الآخرون فهم شهداء الآخرة، أي لهم من الأجر أو من جنس أجر الشهداء في الآخرة، لهم من جنس أجر الشهداء في الآخرة، يعني الشهداء يأخذون مكانة معينة في الآخرة، يعطوا منها هؤلاء، يعطوا منها هؤلاء، ولكن لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا. يعني هؤلاء يصلى عليهم ويكفنون ويدفنون، يصلى عليهم ويغسلون ويكفنون. وهؤلاء 7 كما ذكر البخاري هنا، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى عند غير البخاري تدل على أنهم أكثر من ذلك، بل البخاري رحمه الله بوب ب7 ولم يذكر حديثا فيه 7، وإنما ذكر حديثا فيه 5، وهو حديث أبي هريرة الذي لم يذكره المختصر هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث 4 سوى الشهيد في سبيل الله: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم، 4. وبوب البخاري وقال: باب الشهادة 7 سوى القتل. وكما هو تصرف البخاري أحيانا يبوب بما لم يثبت ربما عنده على شرطه ويثبت عند غيره. وقد ثبت في حديث عند غير البخاري رحمه الله تعالى، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء 7، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مروي في الموطأ عند مالك، جاء يعود رجلا من أصحابه، يعود رجلا من أصحابه مريضا، فلما يعني جاء عنده صلى الله عليه وسلم وتكلم بين الصحابة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يرطب به يعني خاطر هذا الذي كان يعاني المرض في بطنه ويخشى الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟
ما تعدون الشهيد فيكم؟ من هو الشهيد عندكم؟ قالوا من يقتل في سبيل الله، من يقتل في سبيل الله هو ذا الشهيد. وده فعلا شهيد الدنيا، يعني الذي تثبت له أحكام الشهيد في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فالشهداء قليل، أو كلمة نحوه. ثم قال الشهداء سبعة سوى القتل، ثم قال الشهداء سبعة سوى القتل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم، وذكر ثلاثة آخرين وهم الذين لم يذكرهم الحديث الذي عند البخاري هنا، هو وهم الحريق وصاحب الجنب والمرأة تموت بجمع، والمرأة تموت بجمع. أما المطعون فهو الذي ذكر البخاري هنا حديثه، قال الطاعون شهادة لكل مسلم، أي من مات بالطاعون عافانا الله وإياكم، وهو مرض فتاك يقتل ويصيب الجماعات من الناس، يصيب الجماعات من الناس. فالطاعون من مات به من المسلمين كان له شهادة، أي كان له في الآخرة من جنس أجر الشهداء، كان له في الآخرة من جنس أجر الشهداء. كذلك أيضا منهم المبطون، المبطون أي الذي أصابه مرض من الأمراض القاتلة التي تصيب البطن، تصيب البطن كما هو الآن يعني منتشر، ونسأل الله العافية، أمراض كثيرة تصيب البطن تقتل الإنسان. قال والغارق أي الذي مات في البحر غريقا، الذي مات في البحر غريقا. وينتبه هنا إلى أن هؤلاء لهم هذا الأجر إن كانوا على طاعة، أما من مات كذلك هو على فجور أو معصية فلا يكون له ذلك. يعني من مات مبطونا أو غريقا وهو في المعصية، يعني كالذي ظل يشرب الخمور وظل يتناول المخدرات ونحو ذلك إلى أن قتلته بداء بطن، أيقال هذا شهيد؟ أو كالذي مات غريقا في البحر وهو يمارس العري والفجور بين النساء و انتهاك الحرمات ونحو ذلك كما هو في شواطئ البحور الآن، هل يقال هذا شهيد ونحو ذلك؟ وهكذا، فلا بد من اقتران ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمطعون والمبطون والغرق، قال وصاحب الهدم، صاحب الهدم أي الذي سقط فوقه ما ينهدم من البيوت ونحو ذلك، العقارات والبيوت والدور ونحو ذلك انهدم فوقه فمات مقتولا تحت ذلك، تحت ذلك. وكما ذكرنا كذلك يكون على الطاعة. أي نعم، مما يعني يتعلق بهذه المسألة ما ذكره كثير من الدعاء والوعاظ في شأن حادثة حصلت قريبا، يعني من سنوات قريبة، وذلك أن سفينة كانت في البحر وكادت تغرق، أو كانت تغرق، كانت تغرق هذه السفينة.
فجعل يعني قادة السفينة ينذرون الناس بسرعة الفرار والنزول إلى قوارب النجاة في البحر على أقصى سرعة. فذكروا أن هناك امرأة مسلمة كانت يعني تنام في فراش النوم ومعها زوجها في سفر، كما هو معلوم في المراكب البواخر يعني هناك أسرة ونحو ذلك، فهي تنام بملابس النوم. فلما قالوا للناس على الفور اخرجوا، جعل بعض الناس يخرج ولو عاريا، فجعل زوجها يتعجلها وهي تلبس حجابها، وجعل يقول لها اخرجي اخرجي مرخص لك في ذلك، تقول لا أخرج حتى أتم حجابي، رضي الله عنها وغفر الله لها ورحمها. فقيل أنها رضي الله عنها ماتت في هذه السفينة. فالشاهد يعني انظر هذا الغرق الذي على طاعة الله سبحانه وتعالى، مع الفرق بينه وبين الغرق بالمايوه مثلا، فهل يقال هذه صاحبة المايوه والعياذ بالله وملابس البحر، هل يقال تستوي مع هذه؟ قال المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد. وكما ذكرنا فهناك ثلاثة آخرون، الحريق وصاحب الجنب والمرأة تموت بجمع. الحريق أي الذي مات بسبب حرق أصابه نار، يعني تعرض لها لأي سبب فمات بسبب ذلك وهو على طاعة الله تعالى، فهذا شهيد. وصاحب الجنب أي الذي يمرض ويموت بسبب مرض من الأمراض القاتلة التي تصيب الجنب، نسأل الله العافية، كما هو مشهور الآن في زمننا أمراض الكلى والكبد ونحو ذلك التي تصيب الناس تقتلهم. فمن مات على طاعة الله في ذلك كان له أجر شهيد عند الله يوم القيامة. والمرأة تموت بجمع، تموت بجمع يعني تموت حاملا أو وهي تلد، وهي تلد فأثناء الولادة تموت يقتلها ولدها، فهذه لها أجر الشهيد كذلك. قال باب الشهادة سبع سوى القتل. فكما سبق أراد البخاري أن يبين هنا نوعين الشهداء، شهيد الدنيا وهو الذي قتل في سبيل الله، وشهيد الآخرة وهو الذي قتل أو مات على هذا النحو الذي ذكرناه. وسموا شهداء لأنهم يعطون في الآخرة من جنس أجر الشهداء، ولا تجري عليهم كما نبهنا قبل ذلك أحكام الشهداء في الدنيا. ثم قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى قوله تعالى: غفورا رحيما. يعني البخاري رحمه الله بذلك الآيات من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات لها قصة عند نزولها، ذكر البخاري رحمه الله هذه الآيات وقصة نزولها بما يتعلق بذكر مسألة من مسائل الجهاد.
ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى رفع عن المعذور الحرج إذا قعد عن الجهاد، إذا قعد عن الجهاد لأنه معذور، فهو مؤمن معذور. وفيها كذلك هذه الآيات بيان فضل المجاهدين، وهذا كما ذكرنا قبل ذلك في ذكر الجهاد الذي هو فرض كفاية، فالمجاهدون الذين يخرجون فضلهم الله على القاعدين الذين لم يخرجوا درجة، وكلا وعد الله الحسنى. أما أن يكون الجهاد جهاد عين ويتخلف من يتخلف ويقول فضل الله القاعدين وفضل الله المجاهدين على القاعدين وأنني من القاعدين، لا، هذا ليس من القاعدين، إنما هذا من المتخاذلين. لماذا؟ لأن الجهاد صار عينا عليه. أما الآيات فيقصد بها الذين ليس الجهاد عليهم فرض عين، سواء كان نوع الجهاد هو السبب أو كان هو له عذر كمنع مرضي أو نحو ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. يقول أملى علي، وذلك لأن زيدا رضي الله عنه كان من كتبة الوحي، لأن زيدا رضي الله عنه كان من كتبة الوحي، فلما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم استدعى زيدا ليسجلها عنده ويدونها عنده، ولم تكن الآيات فيها لفظة معينة كما سيظهر لك من الحديث. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، يعني لا يستوي القاعد والمجاهد، ثم الآيات بعد ذلك تبين أن المجاهد أفضل من القاعد. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي. دخل ابن أم مكتوم، عبد الله رضي الله عنه ابن أم مكتوم الأعمى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يملي زيدا هذه الآية، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى رضي الله عنه، انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل أعمى ويسمع الآيات، فضل الله المجاهدين على القاعدين فهو من القاعدين. فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، أنا يعني ما قعدت اختيارا إنما قعدت اضطرارا. قال وكان رجلا أعمى، قال فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذ زيد، يحكي يعني وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد، قال فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، حتى خفت أن ترد فخذي، يعني أن تتلف ويعني تضمر من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ثقل أمر الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فأمر الوحي شديد كان على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سري عنه، أي انتهى الوحي، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، سبحان الله العظيم،
أنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، يعني أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الملك ليقول له يا نبينا ضع هذه بين هذه العبارة من الآيات التي أنزلناها عليك. الآيات كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآيتان كانت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآيتين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما قال ما قال عبد الله بن مكتوم أمر الله نبيه أن يجعل هذا الذي أنزله عليه وهي عبارة غير أولي الضرر، يعني الذين ليس فيهم ما يمنعهم من الجهاد، أي فيهم ضرر، الذين فيهم ما يمنعهم من الجهاد، فيهم ضرر يمنعهم من الجهاد، ويعني يجعلهم عاجزين عن الخروج للجهاد. فنزلت بعد ذلك فكانت الآيات لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وهذا فيه بيان أن الله عز وجل عذر من كان لا يقوى على الجهاد ولا الغزو، وأنه ليس من القاعدين اختيارا. ولذلك فهذه الآيات فيها مسائل كثيرة، منها أن المجاهدين أفضل من القاعدين في جهاد الطلب أو في الغزو، وأن القاعدين منهم من هو معذور، فإن كان معذورا فأجره مثل أجر الذي جاهد إذا كانت هذه نيته. هذا الذي عجز عن الخروج إن كانت نيته الجهاد والخروج في سبيل الله للجهاد فله أجر المجاهدين، كما هو في الباب، يعني الذي بعد هذا الباب بثلاثة أبواب: باب من حبسه العذر عن الغزو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر، إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. سبحان الله، كأنهم يمشون مع المجاهدين في مواطن الجهاد، الأودية والشعاب، ويصعدون وينزلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، برغم أنه في المدينة ينام على فراشه مريضا، أو هو أعمى لا يقدر، أو أعرج لا يستطيع، مع ذلك فأجره مثل أجر المجاهدين، وله كل ما للمجاهدين إن كانت هذه نيته وقد حبسه العذر. ولذلك قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني استثنى غير أولي الضرر. القاعدون لا يستوون مع المجاهدين، أما أولو الضرر فيستوون إن كانت نيتهم الجهاد في سبيل الله عز وجل. طيب، نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.